تغني في البيت تعيد وما تسمعش قل لي بطلع عنا الجيزات. بالنسبة للجنة فرز العضوية هي اللجنة اللي كتأكد من الهوية أولا ومن الصفة ومن الطريقة باش جا بها المؤتمر للمؤتمر. علاش؟ باش هذا المؤتمر على الصعيد المنصات كلها، كل منصة جهوية خصها تفرز الأعضاء ديالها، واش كيتطابق هذاك الشيء اللي عندنا في المحاضر اللي في الفروع ولا في الإقليم معين مع العدد اللي معطي لذاك الإقليم ومع الصفة ديال الشخص، واش هو اللي جا ولا شي واحد اخر، وهذا واش كيحمل صفات المؤتمر. وملي كيحمل صفات المؤتمر مجرد كتعلن عليها في المنصات كلها ولا في المنصة الرئيسية كتولي عنده جميع الحقوق ديال المؤتمر بما فيها المناقشة، التداول، التصويت على المقررات، الترشيح والتصويت في جميع ديال سميتو ديال المؤتمر، وكيولي كامل العضويه. وهاد العضويه ديال المؤتمر تقدر تحيد وسط المؤتمر لشي واحد في حاله اخلاله بالنظام الداخلي ديال المؤتمر، لان هاد المؤتمر عنده واحد النظام داخلي ديال المناقشه، ديال التصويت، ديال السلوك ديال مجموعه ديال هذا. اذا وبالتالي هذا اكتساب صفه المؤتمر راه عندها حتى هي الشروط ديالها ومحدده في الزمن، مجرد يسالي المؤتمر فهي تنتفي هذيك الصفه. بالنسبه للجهات سوسمالسا 100 مؤتمر ما بين اعضاء الجيش الوطني ومؤتمرين جاوا منتخبين من الفروع وبالصفه. الاقليم تاتا شحال عندك؟ 6 ولا شي حاجه؟ هل سواء يمكن خفيف شوي؟